أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البلد مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في، لقد خلقنا الإنسان في، لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد، كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، فلاقتحم العقبة، فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة. فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة.
أو مسكينا ذا متربة، مسكينا ذا متربة، مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم والذين كفروا بآياتنا هم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أصحاب المشأمة أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.